السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض زي ما انتوا شايفين كده تحلية سريعة وبسيطة ومش هتاخد مننا وقت خالص، ومغذية وحلوة قوي للأطفال كمان. زي ما انتوا شايفين في عنوان الفيديو كده، لو انت عندك تفاحية وموزية هتعملي أسهل وأسرع تحلية. هتعمليها بطريقة بسيطة، طبعا مكوناتها موجودة عندنا في البيت وهنعملها في أسرع وقت، مش هتاخد مننا وقت، في 5 دقايق هنكون عاملينها. يلا بينا بقى نشوف المكونات والمقادير وعملنا التحلية الحلوة دي ازاي. نسمي الله ونبدأ. بصوا حبايبي، مكوناتنا بقى ايه معايا؟ تفاحية مقشراها ومقطعة مكعبات كده، وموزاية برضو مقطعة مكعبات، ومعايا كيلو لبن او حليب، ومعايا بقى 3 معالق سكر ومعلقتين نشا، والسكر طبعا زي ما انتوا عارفين حسب الرغبة وحسب الذوق. انتوا حابينها بقى سكرها زيادة بتزودوا بقى سكر. هحط بقى كيلو اللبن معايا كده في البولة، وهنزل عليه بقى بالتفاح والموز بتاعي. هي تفاحية واحدة بس وموزاية واحدة على كيلو اللبن. ونضرب بقى كل الخليط ده مع بعض. هتضربيه بقى في الخلاط بهاند بلندر اللي متوفر عندك اعملي بيه. انا عندي الهاند بلندر اسهل، قلت اعمل بيه على طول بدل ما لسه بقى احطه في الخلاط واضرب، فهعمل بالهاند بلندر على طول اضربه كده وارجع لكم تاني. بص خلاص كل الخليط بتاعنا اتضربته كويس جدا، ما نسيبش فيه اي قطع خالص. طبعا انت لو سبت عملتي التفاح بقشره هتضطري ان انت تصفيه، فعشان كده انا قشرته الاول عشان ما نقعدش بس بقى نصفي وكده، فنعمله كده على طول نقشره وبعد كده ايه يبقى جاهز معانا من نقص ان احنا نصفيه تاني. هنزل بقى في حله كده عشان نحطه على النار، واحط بقى السكر بتاعي والنشا على البارد، ما نحطش على السخن خالص، النشا مع اللبن على البارد. 3 معالق السكر، وزي ما قلت لكم السكر حسب الرغبة والمزاج، ومعلقتين نشا كبار. هقلب بقى كل الخليط ده كله مع بعضه وارفعه بقى على النار. شفتوا ما خدتش مننا وقت خالص، هي يا دوبك بس تتقل معانا على النار ونبقى عملنا احلى تحلية سريعة جدا. نعملها كده للولاد بعد الفطار يحلوا بيها، حاجة حلوة قوي ومغذية جدا وطعمها بجد خرافة. خلاص النشا دابت معايا اهي، هرفع بقى الحلة بتاعتي كده على النار، اقلب فيها بقى كده عشان ايه ما تكلكعش معانا. مفيش، 5 دقايق على النار كده هتلاقيها بدأت تتقل معاكي ترفعيها على طول. بصوا حبايبي القوام بتاعها بدأ يتقل اهو، بصوا عايزة دقيقة كمان وتبقى كده تمام خالص. اهم حاجة بس طول ما انت واقفة كده قلبي فيها. خلاص تقلت معايا اهي، احنا بقى عايزاها بالقوام ده، ولا اتقل من كده ولا اخف من كده. هرفعها بقى من على النار ونغرفها في البولات بتاعتنا، وكده تبقى جاهزة معانا احلى تحلية عملناها بعد الفطور. حضرت بقى البولات بتاعتي اللي هحطها فيها، ونبدأ بقى نغرفها كده وهي سخنة. بصوا بمكونات بسيطة عملنا تحلية سريعة وما خدتش مننا وقت، 5 دقايق والله كنت جاهزة معانا. حاجة حلوة كده عشان نفرح بيها أطفالنا بعد الفطار، نفرحهم بقى بعد الصيام كده ونديهم طبق من ده، حاجة كده حلوة ومغذية وإن شاء الله هتعجبهم. يلا بقى قومي جربيها كده للولاد وقولي رأيك فيها ايه، مستنية بقى تعليقاتكم الحلوة، وقولي لي رأيكم بجد وبصراحة عجبتكم ولا لأ. طبعا انتوا عارفين ان التفاح والموز كله حديد وحاجة مغذية جدا للأطفال، واللبن طبعا عشان الأطفال ما بيحبوش، فاحنا ندخله لهم بقى في اي فاكهة كده ان شاء الله هيعجبهم. اللبن كله كالسيوم والتفاح والموز حديد، يعني عملنا لهم وجبة متكاملة. خلاص بصوا انا خلصت غرفت كل البولات بتاعتي، قطعت بقى موز كده علشان ازين بيه الطبق ويبقى شكله حلو
معايا شوية زبيب، انتي بقى بأي حاجة تزيني بيها، هو كده حلو قوي. بس انا قلت بقى افرحهم كده واعمل لهم شكل كده في الطبق عشان يعجبهم. احط بقى الموس كده والزبيب وازين الاطباق كده وخلاص، يبقى الطبق بتاعنا جاهز. نحطه بقى في التلاجة شوية ويبقى جاهز معانا احلى تحلية. بص يا حبايبي شكله عامل ازاي، بجد شكله حلو قوي، حتى ريحته تحفة. يا رب بقى الفيديو النهاردة يكون خفيف على قلبكم كده ويكون عجبكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش ولا تبخلوا عليا في اللايك، ولو اول مرة تشوفوا قناتي ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وشير بقى لكل اصحابكم عشان يستفيدوا بكل الوصفات اللي انا بعملها. اشوفكم بقى على خير ان شاء الله في فيديو جديد.